شغلة للصبح. شو رح تكون ردة فعلها؟ اوف قرق خان لي اللي كنت عم تهرب منه من 30 سنة اجى لعندك. وانت تقففت من 30 سنة مثل هلا. وكان وشك كله دم. آسف ما كان قصدي إزعجك. لا قبل 30 سنة ولا اليوم ولا يهمك. تصبح على خير. بخيلك يا ربي أنا شو عم ساوي؟ بلكي في هون وحدة من عشيقاته. ليش عم تصرخ مثل المجانين؟ Thank you.
انتي بابا؟ لكن بكره بنحكي. سيدي يعني ما شفتها. بابا مين هالمرة؟ إذا كنت عم تقرأ هالسطور يعني دفعت ديني. آسف لأني تركتك لحالك. وهي وصلنا لقسم الوصية. في سنة 1973 أنجب محمد قرخالي ونرجس قرخالي طفلهما الأول مراد يعقوب قرخالي. كان محمد قرخالي تاجرا بأول الطريق من أسلى إلى أفيون، ومن القتل إلى التعامل بالربا والقمار بدأت أعماله تكبر. ابنه مراد كان وريثا للإمبراطورية التي كان يقيمها، ولما أنجبت نرجس قرخالي طفلتها الثانية كانت تركيا قد انتهت حديثا من العمليات التي حدثت في قبرص، وكانت تركيا في ذلك الوقت تحت حصار شديد الوطأة، فكسره القرخالي وأدخل إليها البضائع. وشراكته مع ضياء وخسروف كانت من تلك الأيام، واختطف ابنه مراد من قبل أشخاص مجهولي الهوية. شو هاد؟ بحث محمد قرخالي عن ابنه لمدة طويلة، وحتى هذا الوقت لم يستطع معرفة من اختطفه، والدولة كانت عاجزة أمام هذا الشيء. لم يترك الخاطفون أثرا بأنهم قتلوا مراد، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم يستطع البارون أن يعرفه طوال حياته. وقتها زوجته نرجس لم تستطع تخطي الصدمة ومرضت، ولكي يضمن القرخالي حياة ابنته أرسلها إلى الخارج. وهلأ راح أحكي لك كل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بنرجس وصفية قرخالي بالتفصيل. قديش تمنيت يا صفية إجي أنا وياك لهون، بس خلص صرنا هون. قبل سنين طويلة يا بنتي مرت علينا حادثة بشعة وكتير مؤلمة. وشو هالحادثة؟ بابا لا تقاطعيني، أنا منشان أحميكي اضطريت إني أبعتك لكندا بعد الحادث. في شغلات ما قدرت أحكي لك عنها منشان أحميكي وما حكيتها. بابا سألتك سؤال واحد، مين بتكون هالمرة؟ يا بنتي نرجس هي أمك. بابا هلأ عم تحكي لي هالشي؟ في عدة أسباب خلتني ما أحكي لك هالشي، وأولا مشان ما شتتك، ولما كان عم يرتفع بعالم الجريمة كان واجب علينا كدولة نكون له نقطة ضعف.
نقطة الضعف هي أنت. سبب اختيارك من دار الأيتام ووضعك قدام محمد قرخالي تأكدنا أنك رح تكون أكبر نقطة ضعف. كان بحاجة لابن ونحن سويناك هداك الابن. لا أكيد عم يمزح. أنا ابن محمد قرخالي؟ لما فتشنا بكل دور أيتام البلد كنت المرشح الأول لتكون ابن محمد قرخالي، وأكتر شغلة كانت تميزك عن غيرك إنك بدون استثناء لما بتفيق كل يوم الصبح تعطس 3 مرات. رح يظن محمد قرخالي إنك ابنه، وإنت ما رح تخيب أمله ورح تكون ابنه، وبما إنك وريثه رح تقضي على الإمبراطورية يلي أنشأها. هذا واجبك تجاه وطنك يلي رباك. رح يظن محمد قرخالي انك ابنه، ولازم ما تخذله بهالشي. رح تكون ابنه. وبما انك ولي عهد القرخالي رح تهدم الامبراطورية لانك وريثة. Thank you.
وهذا واجبك تجاه وطنك اللي رباك. محمد قرخالي بده ابنه، وانت هذا الابن. جيب لك ثياب معلم؟ ايه جيب. عم تتحمم بثيابك؟ نسيت اشلحهم. كثير أسباب منعتني إني خبرك بهي الأمور مشان ما يتشتت مخك. كان واجبنا كدولة نخلق نقطة ضعف لمحمد قرخالي لأنه كان عم يعلى بعالم الجريمة، ونقطة الضعف هي أنت، والسبب إن اخترناك من دار الأيتام لأنك الشخص الوحيد اللي راح تكون أكبر نقطة ضعف عند محمد قرخالي. كان بده ابنه، وأنت لازم تكون هالابن. لما دورنا بدور الأيتام يلي بالبلد
كنت انت المرشح الاول لتكون ابن محمد قرخالي، والشغله يلي بتميزك انك بتشبه آل القرخالي بانك بتعطس 3 عطسات الصبح ولما بتعصب. خايفة يصير علينا شي. وشو رح يصير؟ انت بتعرف، بس انا رأيي تاخد هالظرف للشرطة. اصلاً بحياته ما ضرنا، رح ابعت الامانة لعنوانه. ان شاء الله خير. وين كنت مبارح؟ صار شغلات مانو محسوب حسابها. مثل شو؟ لما كنت مبارح مع نسرين أخذني سيف لقابل محمد قرخالي. والسبب؟ بده يسألني عن موت المنشار. ايه؟ ولما كنا عم نحكي إجا اتصال وقالوا له انقتل العم، فكرت عم الرجال مات. ومين طلع؟ لا تستعجل، محمد قرخالي أخذ قرار غريب بخصوص موت المنشار. أنا كنت مفكر إنه رح يقتلني، بس بعد هالخبر طلب مني أتولى وظيفة المنشار. يعني صرت بالمجلس؟ لا، مو هلأ. يعني هالشي منيح؟ كان منيح لوقت ما عرفت انه عمه لرهف هو عمه. أنا نايم يا ترى؟ استنى ولا شو؟ الظرف كمان بخصنا عمي عمر، عمنا لعب علينا طول هالسنين. وشو هالدفتر؟ هذا دفتر حسابات مماتي يلي مناخده ويلي منعطيه. مماتي القصص عم تفوت ببعضها كتير. والله ما عم بفهم شي. كل واحد طار لمكان. من كم يوم نزلت ورقة جريدة كبيرة على البلور الإهمالي. الله ستر وقتها، كنت عملت حادث لو ما ضربت فرام وكسرت التركسيون. ممكن تستعجل شوي لو سمحت؟ حاضر خان.
الحياة قصيرة ونحن لازم نعيشها، بس فيها أسرار كتير. شو وضع الصالة؟ رح تنتهي معلم، بس عم يزعجني المعمرجي. ليش؟ منين بيطلع لي بهالشغلات؟ لا تتدخل بشغله، بس خليه يستعجل، المكان هون مانو آمن. أنا ما عم بفهم شو جايينا من مدير المكتبة. مات وخلص. مماتي، لازم نعرف الرابط بين العم والبارون. ليش؟ مشان نعرف شو الرابط بين وفاة أصلان بيك وبين إنه نحن نبقى عايشين. عدنان، روح جهز السيارة يلا. تأمر معلم. علاقته بالمحامي؟ تتذكر علي خطيبة لرهف يلي بالخارجية؟ نزلوا صورته بالجرايد وبالملابس الرسمية. من الدولة العميقة؟ رح نشوف إذا من العميقة ولا لا. وين راح يا أمي؟ ليوصل الظرف. لوين بده يوصله؟ للبريد يا ابني. اخ منك يا عمي عمر. يعني شو رح يكون مكتوب فيه؟ وشو رح يكون مكتوب؟ شوفي قديش كنا مخدوعين بالزلمة. لك معقول هالشي أمي؟ في حدا بيخدع حبايبه؟ ليش هيك؟ كان موظف في الدولة. لك كانت الدولة بحد ذاتها الدولة. يا ترى دخل علي معه بهالشغلات؟ تتذكري لما قلت لك إنه رح يخبرنا إذا صار شي؟ طلع من نفس الشبكة. ابني بيكونوا قتلوا يا حكمت. الكل عم يخوننا وعمي عمر راكد ورا الأمانة. مشان جاوبك على سؤالك لازم نفتح الظرف. عم تضبي اغراضك؟ مزبوط. لوين رايحة؟ ما بعرف. فينا نحكي شوي؟ انا اللي رفعت صوتي عليكي، لا تواخذيني. لا، انت كان معك حق.
رهف، بعرف انك مرقتي بظروف صعبة كتير، كانت الظروف ما بتتصدق. انا حاولت بكل جهدي اني اوقف جنبك بس ما طلع بايدي شيء ابدا. يمكن انا جرحتك، اسفة كتير. في شخص انقتل، هو استحق هذا الشيء. رهف انا قاتلة. جنان لا تقولي هيك، نحن شو تعلمنا بقانون العقوبات؟ لازم تدافع عن حالك. يا ريتني انا بقدر دافع عن حالي مثلك. بتقولي بحكي عن شغلاتي الخاصة بس شوفي. طلع معهن عمو أصلاً جاسوس. لك شو هالحكي؟ ما بقبل هيك حكي بنوب. أنا ببوت حالي مشان ما نفقد أي دليل، وأنتوا ولا على بالكم بتضيعوا كل الأدلة. سيدي في شخصين بيعرفوا البيت سبقونا، والبيت له مخرج سري كمان، شافوهن الشباب وهربوا قبل ما يوصلوا. والنوطات؟ ما بنعرف بالتحديد شو أخذوا، بس الاحتمال الأكبر النوطات. طيب كان رجالهم بالبيت ولا؟ ما بعرف سيدي. ما في شك انه القاتلين كانوا بيعرفوا هوية اصلان بيك الحقيقية، وهالشي بيبين انه الجريمة خارجة عن نطاق عمله. بتوقع يلي اخذوا الوراق هنن يلي نفذوا الجريمة. بس نحن ما اخذنا مساعدة من الوكالة. اذا ما كانت مشكلة داخلية بيناتهم ليش يقتلوا هالرجال؟ ويلي مات بالانفجار؟ ما رح تطلع نتائج الطب الشرعي. طبعا انا دائما بخفي هالدليل مشان ما ينتشر بالوسط، وانا رح اطلب من كل الجهات المختصة معلومات عن وجود تجمع الكي جي تي، وبطلب منكم بالاضافة الى عناصر المخابرات تتحروا عن الكي جي تي. سيدي الكي جي تي غامضين، نحن عم نشوف الصحف كلها عن قصة حياة اصلان او عباس، وهي المعلومات ما عنا. وبخصوص الصورة يلي أخذوها جنب بيت محمد قرخاني قبل الاغتيال، لك من أول يوم اختلطت مجريات هالجريمة وفاتت أمورها ببعضها، كيف رح نمشي بهالجريمة المجهولة؟ طيب سيدي شو رأيك نستدعي محمد قرخاني؟ يعطيك العافية. تسلم. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل، بتحب بريد عادي ولا بريد مستعجل؟ بدي أسرع طريقة يوصل فيها. ايه مثل ما بدك. تفضل. وهي قلم. تفضل. 4 ليرات. ايه تكرم. هاي الباقي. اهلا وسهلا. مرحبا، بدي ابعت الرسالة. تكرمي.
العنوان لو سمحتي. لك كيف صوروا هالصور ببيتي يا سيف؟ العم قال انه رح ينقتل، اكيد كانوا عم يراقبوه. كان عمنا هو الامر الناهي وهو القاتل وهو المقتول كمان. نحن بوسط مؤامرة كبيرة، شلون اجوا لهون واخذوا كل هالصور ما بعرف. لك انتو رح تجننوني. امبارح بالمجلات واليوم بالجرايد صار محمد قرخالي رجل اعمال عادي للرأي العام، المهيوب، الرجل العاقل، ما في زعيم ما بيترجاني. نحن جوات حرب، ليك بالحرب رح تنصاب برصاص، تتوسخ بالطين وتتلطخ بالدم، وما فيك تمنع هالشي ابدا. انا يلي ببلش بالحرب، وانا يلي بيطلق رصاص، وانا يلي بمرمغ الناس بالطين، واذا تلطخت بالدم بعمل بحر من دم وبتغسل جواته، واذا الدولة بدها تصفي حساباتها تتفضل عندي. سيف، نحن عنا قصة عمرها 30 سنة. أنا شايف إنه الأمور تلخبطت ببعضها. لهالدرجة ما كان عندهم ثقة فيني أبدا. أنا كنت بالنسبة إلهم مجرد بنت جنيت بحبه لعلي، وكان ممكن أفديه بحياتي لو طلب. اللي صار قهرني كتير كتير. علي ما طلع دبلوماسي، وعمه أصلا ما كان مكتبي. كل اللي عشناه كان كذبة كبيرة. رهف، شو رح تساوي؟ إذا بدك منرجع الزمن لورا ومنطلع كل شي من حياتنا، وبتساوي شو ما بدك مشان تعرفي الحقيقة. أنا لازم ساوي شغلة واحدة بس، لازم لاقي علي. رهف، علي مات، حتى لو كان دبلوماسي أو بالمخابرات. جلال مات جنان؟ أنت بتصدقي هذا الشيء؟ تعرفي ليش؟ لأنك قتلتيه وبإيديكي وتأكدتي أنه مات. تعرفي ليش علي عايش؟ لأني ما قدرت أقتله جواتي. أنا ما عم بقدر أتخيل إنه علي ميت، عم تفهمي؟ رح استخدم عبد الحي لأنه ما بيعرف كتير، ورح نتحرك بحرية. معلم، الاختفاء بيجيب الانتباه، على الأقل خبرني. أكيد رح خبرك، بس ما تسألوا عبد الحي عن شي بنوب. مثل ما بدك. ما غيرنا مواقفنا، ما هيك معلم؟ أي مواقف قصدك؟ ما بعرف، الداخلية والخارجية. ما عم نشتغل مع الدولة مو؟ يلي بيرزقه الله بتكتر مطالبه، ويلي بيشتغل بالدولة بتكتر هيباته. ما ضل شي لحتى نوهبه. معناته ما في أي تغيير مماتي. مين يلي سرب هالصورة للصحافة؟ ما معروف سيدي. كانوا مراقبين بيت محمد قرخانلي. هيك شي. ونحن شو علاقتنا بالشي اللي بيحكي الخدم لك حسن؟ ما عرفنا شو حكوا مع أصلان. هن عم يستخدموا تقنيات عالية، ما قدرنا نتنصت عليهم.